ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ان شاء الله هعمل النهارده معاكم وصفه سهله وبسيطه جدا. هعمل معاكم الفراخ الصيني او كانتون الفراخ، بجد وصفه جميله قوي وهتعجبكم. اول حاجه انا معايا هنا نص كيلو من البانيه، غسلته كويس طبعا، وبعد كده قطعته قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده، وحطيته في مصفه، ولازم تصفيه من الميه كويس قوي. انا مش عايزاه يكون فيه ميه خالص. اول حاجة هنعملها مع بعض الفراخ، واللي معايا هنا طبق، هبتدي احط الفراخ هنا بس اصفيها كويس قوي من المية. انا معايا هنا بهارات، معايا معلقة صغيرة من الملح، توم بودر، بصل بودر، بهارات فراخ، كركم وكاري وجنزبيل وفلفل اسود. احط كل البهارات ديت كده على الفراخ واقلبهم كويس قوي مع بعض، وهعصر كمان عليهم نص ليمونة. قلبت كده انا البهارات مع الفراخ كويس قوي، هقوم حط عليها معلقتين نشا كبار، واحط عليها كمان معلقة من الدقيق، واقلبهم كويس قوي، لان النشا والدقيق دوت هو اللي هيخلي الفراخ معانا مقرمشة واحنا بنحمرها، لان الوصفة دي لازم تكون الفراخ معاكي مقرمشة. قلب كده النشا والدقيق مع الفراخ كويس قوي زي ما انتم شايفين كده، هغلف الفراخ كويس قوي بالدقيق والنشا. خلاص كده انا قلبت الفراخ مع الدقيق والنشا كويس قوي، هنزل عليهم بحوالي نص كوباية مية، واقلب الفراخ في المية دي كويس كده. انا كده قلبت الفراخ مع الخليط دوت ومع المية. جبت انا هنا حبايبي طبق، حطيت فيه 5 معالق من الدقيق ومعلقتين من النشا كبار، وهقلبهم مع بعض كده كويس قوي، وهحط عليهم نفس البهارات اللي حطيتها على الفراخ بس طبعا بكمية اقل، يعني من كل حاجة ربع معلقة، ربع معلقة ملح، فلفل اسود، نفس البهارات اللي انا حطيتها في الفراخ. وهنا انا قلبت الدقيق مع البهارات كلها هي والنشا، هبتدي اخد قطع الفراخ واحطها هنا في الخليط دوت، واحطها كده كويس واخليها تتشبع كويس قوي من الدقيق والنشا والبهارات اللي معايا زي ما انتم شايفين بالطريقة دي، واحطها هنا في طبق. هعمل معاكم واحدة كمان وبعدين اكمل بقية الكمية وارجع لكم اهوات حبايبي. زي ما انتم شايفين حتة الفراخ احطها في الدقيق كويس قوي والنشا اهو، واحطها في طبق، واحاول ان كل حتة تكون بعيدة عشان ما يلزقوش في بعض. هكمل بقية الكمية وارجع. زي ما انتم شايفين كده حبايبي انا خلاص حطيت الفراخ في الخليط دوت، وحرشيت عليها كمان شوية دقيق عشان انا عايزة الفراخ واحنا بنحمرها تكون مقرمشة معانا، مش عايزاها تبقى معجنة في بعض. زي جبت انا معايا هنا طاسة على البوتاجاز وحطيت فيها زيت غزير، وهبتدي دلوقتي انزل بقطع الفراخ معايا وحمرها. حطيت الفراخ دلوقتي في الطاسة، طبعا انا ما مليتش الطاسة كتير عشان الفراخ تستوي براحتها، اول ما الفراخ تستوي وتتحمر هطلعها. خلاص كده انا بحمر الفراخ وهي اخدت اللون اللي انا عايزاه، اديتها لون ذهبي كده وجميل، هطلعها معاكم وهوريكم ازاي هي مقرمشة من برة. هي حبيبي انا طلعت الفراخ معاكم، شايفين هي مقرمشة ازاي، سامعين الصوت بتاعها. هطلع هكمل بقى بقيه الكميه. وعايزه اقول لكم على معلومه كمان، عشان الفراخ تفضل مقرمشه معاكي لازم تطلعيها في مصفه، ما تطلعهاش على كيس من على مناديل علشان ما تطراش معاكي. زي ما انا عامله كده طلعتها كده في مصفه، هتفضل ناشفه ومقرمشه معاكي. بصوا حبايبي زي ما انتم شايفين كده خلاص انا طلعت الفراخ اهيت مقرمشه وشامعين صوتها عامل ازاي. هحطها على جنب دلوقتي وهنبتدي نعمل الخليط اللي هنحط فيه الفراخ. انا معايا هنا صويا صوص غامق، الصويا الصوص الغامق بتبقى احسن بكتير من الفاتح وبتديكي لون للفراخ احلى. هحط معايا هنا من صويا الصوص 5 معالق كبار، وهحط عليهم كمان 5 معالق من الكاتشب، وهحط عليهم كمان معلقة كبيرة من العسل الاسود. لو انت ما عندكيش عسل اسود ممكن تستبدليه بالسكر البني، بس هنا معلقة من الخل كبيرة، وهزودهم بحوالي نص كوباية مية، وهقلب الخليط ده كويس مع بعض.
قلبت الخليط كويس قوي مع بعض، هنزل بمعلقة صغيرة من النشا لان هي اللي هتربط معايا الخليط دوت لما نحطه على النار، وهتديله سمك تقيل شوية. هقلب النشا كده. خلاص انا قلبت الخليط كويس قوي. معايا هنا بقى بصل قطعته جوانح زي ما انتم شايفين كده، معايا بصلاية كبيرة قطعتها جوانح، ومعايا فلفل الوان نفس الحكاية قطعته برضو كده بالطول، وجزر برضو قطعته كده بالطول، وفلفل احمر. الحاجات دي بتدي للفراخ طعم جميل جدا. هنيجي دلوقتي حبايبي احنا هنعمل مع بعض الخليط اللي هنحط فيه الفراخ. انا معايا هنا دلوقتي حلة على البوتاجاز، حطيت فيها معلقتين من زيت الذرة، وهنزل عليها بمعلقتين من الثوم المهروس، وهشوحهم كده كويس قوي مع بعض. هشوح الثوم بس تشويحه بسيطه يا دوب. خلاص الثوم لون اتغير معايا، انا مش بكثره، انا يا دوبك بس بخليه ياخد لون. هحط عليه كده نص معلقه صغيره من الجنزبيل، وطبعا لو كان عندك جنزبيل فريش كان هيبقى احسن. وهقوم نازله دلوقتي بالبصل. كل الحاجات ديت انا بشوحها بس انا مش بسويها، بس بخليها تاخد لون. وهنزل دلوقتي بالفلفل الالوان والجزر، وهشوحهم مع بعض هما كمان. عايزه الخضار بس يدبل معايا مش يستوي، يعني شوفوا زي ما دبل معايا كده بس. مش هبتدي دلوقتي انزل بالصويا صوص، وطبعا انا ما حطيتش ملح او اي حاجه لان الصويا صوص اصلا بتبقى حادقه، فما تحطيش لا ملح ولا توابل ولا اي بهارات. هقلب كده الخليط دوت كده مع بعضه كويس. قلبت الخليط كده مع بعض كويس، وانا بقلبه تقل معايا شويه. هحط له شويه ميه، حوالي نص كوبايه ميه، واسيبهم يغلوا مع بعض شويه. خلاص كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي الخليط تقل معايا. هبتدي ننزل بالفراخ كلها دلوقتي، وهقلب الفراخ كده كويس قوي علشان تشرب من الخليط اللي معانا دوت. حلو قوي بجد، هيطلع طعمها جميل قوي. ممكن تقدميها جنب مكرونه نودلز اهو يا حبيبي. زي ما انتم شايفين خلاص الفراخ اخدت من لون الصويا صوص، والخضروات دي بتبقى طعمها جميل قوي وخاصه الجزر. خلاص انا هطفي عليها واغرفها معاكم. وهي يا حبايبي الفراخ بعد ما خلصتها وغرفتها معاكم في الطبق بجد طعمها جميل وهتعجبكم جدا. وانا هسلق جنبها مكرونه شرايط وهحطها عليها. مره تانية هقول لكم ازاي تعملوا المكرونه وتحطوا فوقيها الفراخ الكانتون، وممكن تعمليها جنب رز او تاكليها جنب اي حاجه، هي لوحدها اصلا طعمها جميل جدا. وهي دي حبايبي وصفتي اللي انا عملتها معاكو النهاردة. عملت معاكو الفراخ بالطريقة الصينية او كانتون الفراخ، بجد طعمها جميل قوي، ولو جربتيها وسهلة وبسيطة وطعمها حلو ومميز. ودي طبعا من الاكلات اللي الاولاد كلهم بيحبوها. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان توصل لكم كل وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله.